السلام عليكم. كل مرة كجماهير للمنتخب التونسي نزيدوا نتأكدوا أكثر، رانا متأكدين، لكن كل مرة هكا نتأكدوا أكثر زيادة الخير ما فيها إندامة. ولهنا نحكي عن النسبة الأكبر والفئة الأكبر من جمهور المنتخب التونسي متأكدين أنه الجلال القادري ماهوش المدرب الفعلي للمنتخب التونسي، هو فقط تسمحوني في الكلمة بين قوسين مجرد خدام عند وديعة الجريف الجامعة التونسي لكرة القدم، كيف وكيف محمد سليم بن عثمان، سليم بن عاشور، وكيف كيف علي بومنيش. ومن بعد يخرج لك مثلا منظر الكبير ولا جلال القادري في البلاتوات ويقول لك راهو وديع الجريف ما يدخلش في خدمتنا، وديع الجريمة يدخلش في التشكيلة الأساسية، وديع الجريمة يدخلش في الخيارات امتعنا. رك يتحكيوا باللغة هذه، ركم تستبلهوا فينا، ركم تقلونا في قيمتنا وفي فهمنا الكرة القدم، لأنه راهو وديع الجريمة أذكى برشا من اللي يدخل الفستير يقول لك هبط اللاعب الفلاني والفلتاني وهذاك ما تلعبوش. الطريقه كيفاش تمشي؟ وديع الجري كيجي للونترمو يتربع يحط يده هكا ويبدا يتفرج، كيقول والله الملاعب هذاك عجبني مباشره يلزم يكون يلعب. عجب سي وديع، وقت اللي وديع الجري يعمل تصريح اوتوماتيكمون بطريقه غير مباشره وصل لك وجهه النظر نتاعو انت معليك كان الطبقة. يقول القائل والله عمره سي وديع لقل لكذا لكذا. وديع الجري راه وقت اللي عيط لك انت كمدرب كمنظر الكبير ولا كجلال القادر، لو كان مشيت بس في السياسة نتاعو وراضي عليك وامورك واضحه ما ثماش راهو علاش باش يكلمك لا اليوم ولا عام جاي ولا حتى تقعد 20 سنه. وقتاش يلمح لك؟ وقت اللي تزيخ، وقت اللي تكون الرؤيه نتاعك مخالفه على رؤيه وديع الجري. يعني تعليق في الحلقه اللي هبط فيها الجامعه التونسيه ولا تونس تدعم السعوديه في تنظيم كاس العالم 2034، قال لي شنو يا اخي جاتك التعليمات الليله باش تنزل على الجامعه وديع الجري وجلال القادر؟ نقول لك ورس خويا العزيز لا، اما ساعه على ساعه تقرا ولا تسمع اخبار ينطقك من جنابك. على سبيل المثال جلال القادري نقوله هو اللي يعلن على قائمة المنتخب التونسي، وقت اللي أعلن عليها نلقاه في الجانب الأيمن قدم الدعوة لعلي العابدي وعلي معلول. قلنا وقتها على غالب وللأسف الشديد مرتضى بن والناس ما كانش متواجد لأنه علي العابدي قاعد يقدم في مستوى كبير ومتواجد مع المنتخب التونسي ويقدم في إضافة في المنتخب. يعني حتى لو مرتضى بن والناس قاعد يقدم في مستوى ممتاز ما ثماش علاش ولا على غالب ما ينجمش تتقدم له الدعوه وتنحى على سبيل المثال علي العابدي. كيف كيف حكينا على علي معلول انه لاعب الخبره والمنتخب يستحقه في بعض المقابلات، لكن اليوم علي العابدي تعرض للاصابه، ان شاء الله ربي يشفيه وان شاء الله يرجع للميادين ويرجع للمنتخب التونسي في اقرب وقت ممكن. منطقيا بالمنطق تتقدم الدعوة المرتضى بن والناس اللي قاعد يقدم في مردود محترم مع فريق قاسم باشا التركي في الدوري التركي ويسجل في اهداف ممتازه، منطقيا تتقدم له الدعوة. الدعوة لشكون تقدمت؟ الدعوة تقدمت الأسامة الحدادي، أسامة الحدادي اللي كما يعرفوا حتى حد في المنتخب التونسي، أسامة الحدادي تمشي تربص لعب فيه، نحكي على التربصات الأخيرة، نحكي على العام الأخراني حتى كي تتقدم له الدعوة يلعب ما يلعبش، أو كاسم تقدمت له الدعوة باش يكملوا بيها الليستة لا أكثر لا أقل. يعني مرتضى بن والناس اللي قاعد يقدم في مستوى كبير ما تتقدم لهش الدعوة حتى بعد إصابة علي العابدي، وتتقدم الدعوة لأسامة الحدادي اللي كل تربص حتى لو كان يكون متواجد فيه ما يلعب ولا دقيقة واحدة. والله بن والناس لو كان تقدمت له دعوة للمنتخب من عرش في 5 و6 و10 تربصات ولعب 10 مقابلات مع المنتخب التونسي ما ثماش إضافة، حتى لو كانت الإضافة هذه موجودة مع فريق تقولوا ما ثماش إضافة وما ثماش علاش باش تقدم له الدعوة. أما على حسب معلوماتي أسامة أو مرتضى بن والناس ملعب كان مقابلة وحيدة ضد المنتخب البرازيلي. يا أخي حكمتوا على مستوى ضد المنتخب البرازيلي، المقابلة اللي كلينا فيها 5 والملاعبية تقريبا الكلهم باستثناء ملاعبي ولا زوز كانوا خارج الخدمة، حكمتوا عليه يا أخي بالك عدنا منتخب ألماني ولا عدنا منتخب أرجنتيني باش نحكموا على ملاعبي في مقابلة ضد المنتخب البرازيلي. أمر عادي جدا، المنتخب التونسي ياكل 5 ضد المنتخب البرازيلي، وحتى مرتضى بن والناس يقدم مقابلة سيئة ما تنجمش تحكم عليه وقت اللي يواجه رافينا، وقت اللي يواجه أكل النجوم الكبار ونيمار وفينيسيوس والبقية. لكن جاني خبر مانيش متأكد منه 100% صحيح ولا، لكن
مرتضى بن ونس من المغضوب عليهم في المنتخب التونسي، والدعوة اللي تقدمت له في التربص الأخير والعب ضد المنتخب البرازيلي فقط هذاك الضغط جماهيري والمستوى الكبير اللي قدمه مرتضى بن ونس بلغة أخرى نابطوه ضد البرازيل أكيد مش باش يقدم مقابلة، هذا يتنحى كومبليتمون وما عادش تقدم له الدعوة. هذا الكل علاش؟ هذا الكل وهذه راهي معلومة جاتي من محب من النجم الرياضي الساحلي، قال لك مرتضى بن ونس ما حبش يجدد مع النجم الرياضي الساحلي مع حسين جنيح. حسين جنيح حاليا في المنتخب التونسي ولا في الكوميتا متاع المنتخب، تعليمات انه مرتضى بن ونس ما عادش تتقدم له الدعوه للمنتخب التونسي. بطبيعه التعليمات راهي مش ماهيش باش تجي على وديع الجري، لكن وديع الجري راهو ياخذ بالخاطر اوك ساعه على ساعه كي واحد من 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 المجموعه نتاعو يقول له يا سي وديع بالله يا ذكر راهو عمل فازا مش باهي ما عادش تعيط له، يا مش مشكل هو بطبيعته وانا مانيش نفكر فيها من اصله، وهذا ممكن السبب الرئيسي اللي ما تمتش الدعوه المرتضى بن ونس بالرغم المستوى الكبير اللي قاعد يقدم فيه، وهنا دليل انه ثم خور كبير وثم تمكميك كبير وثم تسمسير كبير وثم محابات كبيره في المنتخب التونسي، وبالطريقه هذه رانا ما نجموش ننجحوا. حتى لو البعض يرى انه المنتخب التونسي اللي قاعد يقدم فيه حاليا مع وديع الجري يعتبر نجاح، راهو بالليفكتيف اللي عادنا ممكن مع رئيس جامعة أخرى ممكن المنتخب مستواه يكون أفضل 10 مرات من اللي قاعد يقدم فيها حاليا، لأنه عادنا إفكتيفة ممتازة ومحترمة. نقلوا حاليا للياس سعد لاعب سان باولي الألماني المتواجد في الدرجة الثانية الألمانية، حاليا سان باولي متواجد في المرتبة الأولى، يعني ما نقولوش باش يطلع لكن النجم نقوله مراهن حقيقي على الصعود للبوندسليغا، يعني لياس سعد الموسم القادم النجم بحول الله نلقاوه في البوندسليغا، يواجه في البايرن ميونخ ويواجه في بروسيا دورتموند. تقدمت له الدعوه في التربص الفارط تربص شهر سبتمبر وما لعبش لا في مباراه بوتسوانا على خاطر قالوا ورقه ما حضرتش، ولا على لعب ضد المنتخب المصري وقتها جلال القادر خرج وقال سيتان شوا تكتيك ممكن ما يراهش يلعب في المقابله هذه. فالتربص الحالي وقت اللي سالوه قال والله التربص هذا قوي فيه اليابان وفي كوريا الجنوبيه، ولو كان باش قدموا له الدعوه ونعطيه فرصه باش نظلموه. محليها ملاعبي كي جاوب المدرب نتاعو ومن غير ما يتكلم. الياس سعد البارح سجل الهدف الاول لفريق سان باولي اللي انتصر 5-1. الياس سعد الى حد الان مسجل 3 اهداف في الدرجه الثانيه الالمانيه، يعني لاعب قاعد يبرز من مقابله لمقابله واصبح ركيزه من ركائز فريقه اللي يلعب على السعود. ولا القايل ليه والله الجانب الايسر موجود، ثم يوسف المساكني، ثم الياس العاشوري، ثم سيف الله بلطيف اللي برافو عليه، بلطيف الى حد الان مسجل 5 اهداف في الدوري السويسري، قاعد يبرز كيف كيفه من مقابله ومقابله، والملاعب راه هو اللي خلينا نحكيوا عليه. سيف الله بلطيف لو كان يزيد يسجل 2 و3 و4 اهداف تو تشوف الانظار كلها تتسلط عليه كيف ما هي قاعده تتسلط حاليا على الياس العاشوري. الياس العاشوري تقريبا يمكن 6 شهور التالي في الموسم الفارط او بدايه الموسم الفارط ما ثم حتى حد يحكي عليه، من وقتاش ولينا نحكيوا عليه الياس العاشوري؟ النصف الثاني من الموسم الفارط في الدوري الدنماركي وقت اللي اصبح يسجل، وقت اللي اصبح يقدم في التمريرات الحاسمه وقتها ولينا نحكيوا عليه. وحاليا الياس هو النجم رقم 2 بعد حنا بعل المجبري في المنتخب التونسي. نرجعوا للياس سعد، تقول انت ثم ملعبيه في الجانب الايسر هذاك علاش ما تتقدملوش الدعوه؟ راهو كي يولي مدرب الفكر نتاعو محدود هذاك هو يلعب لك على السهل الممتنع، عندي في البوست هذاك ملاعبي ما ثماش علاش باش نقدم الدعوه اللاعب اخر والله حتى كي يكون فينيسيوس. لكن نشوف المدربين صحاح كريستيانو رونالدو وناني وقت اللي ناني يلعب مع مانشستر يونايتد وبيرز بشكل كبير يلعبوا فرد بوست، زوز يلعبوا على اليسار، لكن في المنتخب البرتغالي الزوز يلعبوا مع بعضهم والمدرب لقى بوست لناني. بطبيعه كريستيانو رونالدو انتو شابل ما يتمسش، ليه عندنا الجانب الايمن راهو تعب على الاخ تعب، بدليل ان قدمنا الدعوه النعيم السليتي على خاطر ما عدناش شكون يملا المركز هذاك. يجرب خويا
قدم الدعوة اللي يساعد وطيش أخويا على اليمين وجرب وبالك يترشق لك وتبين ملاعب مدرب فور وقوي ياسر وتفكر ياسر. أما أنت أخويا لا غالب علينا وعليك التفكيرة على قد أخويا عندي زوز بلعبية مثماش عليش باش نعيط للياس سعد وإن شاء الله كي تتاح الفرصة توا نعيطوله برا يا دجاجة ولا شي يقولك جيب وقتاش يجي القمحة من باجة. على كل حال حلقتنا اليوم وفات من نجم كان نقوله حظ موفق للمنتخب التونسي حظ موفق للاعبين الدوليين في الدوريات الأوروبية وفي الدوري التونسي. تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس وسلام.